هلا رح نبلش اولى محطاتنا ورح نحكي عن مشكله يمكن بيعاني منها كثير من الاهل مع اطفالهم بمراحل التعليم وتعرف باسم الديسلكسيا او عسر القراءه. رح نتعرف على الاسباب اكثر وطرق العلاج مع ضيفتنا لليوم بالاستوديو اختصاصيه تقويم الكلام وعلاج النطق عند الاطفال استاذه ولاء الحسن. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيكي. صباحك صباح الخير. يسعد صباحك. بالبدايه خلينا نعرف للناس أكثر شو هو عسر القراءة. طيب عسر القراءة هو اضطراب ذو منشأ عصبي، اضطراب في القراءة طبعا بعيدا وخارج نطاق أي إعاقة حسية أو عقلية، وما أنه مرتبط بعوامل لا بيئية ولا عوامل أنه مثلا الطفل هو مو حابب يدرس، ما في دافعية. تمام. بيكون مستوى الذكاء عند الطفل تقريبا من المتوسط وما فوق، يعني بيكون يعني مستوى الذكاء أو حتى عالي. تمام. فنحن ما بنشوف على مستويات الذكاء في خلل، ولكن احنا طبعا بده يكون مستثنى من اي اعاقه ثانيه لحتى يصنف انه هو عنده صعوبات قراءه او ديسلكسيا التشخيص. طيب خلينا نميز بين عسر القراءه وصعوبات القراءه، وخصوصا انه هن يمكن المشكلتين بالظاهر شوي بيبينوا عند الاهل بالبدايه انه نفس الشيء، ما عم يعرف يقرا الطفل، ولكن شو هي خلينا نقول الاشارات اللي بتعمل فيصل بالتشخيص عنكم بين هيك وهيك؟ تمام. هلا حضرتك قلتي انه بس ننشر هلا صعوبات التعلم وصعوبات القراءه الديسلكسيا هن كلياتهم تحت مصطلح واحد، بس في عندنا التاخر في القراءه، هدول اللي بدنا نميز بيناتهم. امتى بيكون هذا الطفل مشخص بعسر القراءه اللي هو ديسلكسيا، وامتى بيكون هو لا هو بس متاخر بالقراءه؟ هلا نحن في عوامل بسموها عوامل الادراج وعوامل الاستبعاد. بالنسبه لعسر القراءه نحن بده يكون في تشخيص وادراج للحالات هي، فبيكون في عندنا تباين بين القدرات العقليه والتحصيل الدراسي. تمام. فبيكون مستوى الذكاء عالي، يعني القدرات الذهنية عالية، ولكن التحصيل الدراسي بالقراءة قليل كتير، ففي تباين بيناتهم. أما التأخر القرائي فهو بيكون تدني بجميع المواد مو بس بالقراءة. تمام. بيكون بالأساس في مشاكل تانية، فهون بصير في فرق بين أنه هذا بس عم يعاني من عسر قرائي مثل ما أنه هنيك بيكون معامل الذكاء الطبيعية، أما الطفل بيكون عنده تأخر بالمراحل القراءة فممكن يكون متأخر بكل الأمور التانية. مشكلة التعليم أساساً. تماماً. ففي فرق كتير كبير. أما بعسر القرائي بيكون الطفل ممكن يكون موهوب، ممكن يكون شاطر بالمواد التانية، ولكن فقط بموضوع القراءة وكيف ربط الفونيمات مع بعض، يعني هن أصوات القراءة الكلام الحروف عنده فيها خلل. هذا اللي بدي أسألك عنه، أسباب عسر القراءة، بيكون عنده خلل بنطق الحروف ولا عنده مشكلة بلفظ الحروف أو حتى سماعه؟ لأنه حكينا معك سابقا ست آلاء عن كيف يعني تأخر الكلام والنطق واللفظ الأحرف حتى سمعي تختلف عند الطفل. فشو أسبابه وشو الفرق؟ يعني اليوم لما نقول مثلا سيدي لا تنتبه أنه هو عنده تأخر تعليمي، أما أنا عنده عسر قراءة فيني اشتغل عليه لأنه هو مستوى التعليمي مختلف. شوفي بالنسبة عادة لحالات التشخيص العسر القرائي عم تكون متأخرة، لأنه ما بتبين بالنسبة للأم بالبيت غير من لما بفوت مرحلة المدرسة، فدائما عم يكون حتى المكتشف الأول للموضوع هو المعلمة الصف. فبتلاحظ أنه الولد عنده مشكلة عم يتأخر بالقراءة، فبتصير بتقول أنه الأم يمكن هلا على الصف الأول مثلا بيتحسن شوي كمان، حتى يعني ما بتعود بتتابع الموضوع. هلا بنيجي للصف الأعلى، صف الثاني، صف الثالث، هذا يعتمد كل المواد على موضوع القراءة. هون نحن بالبدايات في بيكون أمور موجودة عند الطفل بتكون واضحة بالنسبة لنا فينا نحن نشخصها، ممكن الأم هي ما تكون واضحة معها. بمرحلة ببلش الطفل بده يحكي، هون بيكون بالبداية في تأخر باكتساب الكلام، غالبا عم يتأخروا بموضوع النطق والكلام، عم بيكون عندنا صعوبات بموضوع بعدين القراءة وغيرها. تمام. فهي المؤشر الأول هو نحن إنه الاكتساب متأخر. ثاني شيء بيكون عندنا خلط كتير بين الأصوات والمزج، حتى بنلاقي الأطفال الروضة بيكون عاطينا مؤشرات حفظ غنية، تستغرب الأم إنه ما بيحفظ غنية، ما بيعرف يعد لأحداث متسلسلة. تمام. فهي بداية مؤشرات بمرحلة رياض الأطفال. نيجي لمرحلة المدرسة بنلاقي صعوبة بمزج الأصوات مع بعضها، صعوبة بالقراءة، بنشوف الطفل مثلا عم بيتجنب موضوع النشاط القرائي أو بيقرأ عن طريق مثلا كلمة حفظها كصورة مو كتهجئة، فهو بيبتعد عن تهجئة الأصوات. بنلاقي حتى عم يبدل الصوت بصوت ثاني، حتى عم يحذف مقاطع من الكلمة هي أثناء عملية القراءة، فهو نشاط عقلي صعب إنه هو الطفل كيف بده يمزج هاي الأصوات هالفونيمات مع بعضها. طبعا في نحن عنا أول مؤشر وهذا ممكن نعتمد عليه بالمدارس حتى ضمن المقاييس والاختبارات، يلي هو ربط بين الفونيم والجرافيم، يعني ربط بين نطق الصوت والصوت الرمز المكتوب. بالنسبة للحرف هو رمز مكتوب على الورق له صوت، مثل مثلا هو با هذا صوته، با هو مكتوب
فهون الطفل بيكون عنده صعوبة بين ربط بين الصوت وبين الحرف المكتوب. هي أول واحدة من القياس اللي إحنا بنعتمده ضمن الاختبارات، بس نلاقي الطفل إنه ما عم يعرف يربط هاي الأصوات مع بعضها، ما عم يعرف يكون منها كلمات، عم يبدلها بشيء تاني. حتى بالقراءة مثلا إذا قرأ كلمة مثلا علم، تمام، ممكن لأنه هو ما يتجاهل يقراها قلم، فهي بتشوفه أول ملاحظة بتصير بتشوف إن الولد ما عم يتهجى، الولد عم يجيب أي كلمة بتتشابه مع الشيء اللي عم يشوفه، عم يشوفها رموز وما عم يشوفها كقراءة كاملة. فهون هي المؤشرات بتكون واضحة بالمراحل الأولى من تعليم القراءة عند الطفل. طيب أستاذة ولاء، يعني بعد ما عرفنا خليني أقول المؤشرات الأولية، كيفية التعامل مع هي المشكلة، وهل بيستطيع الأهل عند لما بيبلشوا يكتشفوا هذا الموضوع إنه هن يتعاملوا بالبيت مع أطفالهم ولا لا؟ نحن بهاي المشكلة بالذات بحاجة لمعالج مختص يكون مع الأهل. طبعا ليش بيدخلوا اليوم أخصائيين النطق؟ لأنه هو هذا المكون، هو أول مكون فونولوجي ببلش الطفل بيتعامل معه اللي هو الأصوات. فمثل ما قلنا بنشوفه بتأخر اكتساب الكلام، بعدين بنشوفه بصعوبات بالقراءة. فطبعا لما الأم بتشوف أي مؤشر من هاي المؤشرات هي لازم تلجأ لأخصائي النطق، لأنه هو اللي حيتعامل مع هذا الموضوع أو اختصاص صعوبات تعلم، عنده مفاهيم كاملة بكيف هو يعطي الخطة العلاجية. طبعا لازم هون التشجيع بالنسبة للطفل من قبل الأم، ما تحاول إنه هي تصعب عليه المهام وتلومه وتفكره إنه طفل كسلان. الطفل اللي عنده عسر قرائي أو مشخص بالديسلكسيا هو ما إنه شخص كسلان، هو ما إنه شخص غبي، هو بيحسن يكمل بالمدرسة ولكن بيحتاج يعني خطط فردية خاصة فيه لحتى يعالج المشكلة. في كمان شغلة رئيسية بالنسبة لصعوبات التعلم، هنا بيكون عندهم هي شو السبب وليش هيك عم يصير مع ابني. لازم الأم تركز على إنه تعطي سيادية للتعامل بالدماغ مع الطفل. يعني نحن عندنا شقي الدماغ عند الشخص المشخص بالديسلكسيا بيشتغلوا مع بعض، شقي الدماغ عم يشتغلوا سوا، ما في سياديه لواحد من الشقي الدماغ. هو طبعا اللغه موجوده بالقسم الايسر، تمام، فما بيكون في سياديه، بيكونوا شقي الدماغ عم يشتغلوا مع بعض، في ازدواجيه بالعمل. فهون في بيسموها السياده المشتركه. هون الام تحاول تعطي تدريبات بالبيت تخليه تركز، يعني نحاول نبسط له اياها للام، تمام، شوي. ايه نحن شو نعمل علميه قويه شوي، تمام، انه قديش فيها هي، لانه مشكله الناس لما ممكن تشوف لك أخصائية نطق فيني يجيب على البيت أو معالجة، كيف فيها تتعامل معه خطوة بخطوة لتقدر يمكن تستدرك المشكلة من البداية؟ وحكينا سابقا عن لفظ الأحرف، بس كيف فينا نبلش من الأول لما تكتشف بالمدرسة بالمرحلة الأولى وأقدر أنا أمشي معه بشكل صحيح؟ تمام، مثل ما قلنا هلا لما بتشوف الام انه الولد عم يكتب بالايدتين لازم تحدد له جهه واحده، تمام، تحاول تختبر اني الايد الاقوى عنده لتبلش تعطي سيطره دماغيه للجزء الاقوى عنده، تمام. فما تخليه مثلا يكتب بالايدتين، لانه في امهات تقول لك انا ابني بيكتب بالايدتين، انا ابني بياكل بالايدتين، انا ابني بيلبس بالايدتين، ما عنده مشكله. لا، نحن لازم نركز على جهه واحده لحتى نعطيها سيطره. هي بتاثر بعمليه مثلا الارقام، بنشوف اطفال صعوبات التعلم او صعوبات القراءه بيقلبوا مثلا بين النون والباء، تمام، ممكن السبعه والثمانية، لأنه هون نحن عم نشوفه بطريقة ما في سيادية صح بالشغل، تمام. مفروض أنه الأم تحاول قد ما فيها تعتمد على التعليم اللي بيعتمد على الحواس. يعني لما تعلم الولد الحرف تحاول أنه تربط له الحرف بشغلات موجودة ضمن البيئة، تحاول تخليه يلمس هذا الحرف، يتعرف عليه، تلونه، تحاول بأي طريقة تفوت له مسيرات بصرية سمعية حسية لحتى هو إذا كان في خلل بأي واحد من هدول وهي ما عم تحسن تميزه تكون ساعدته بالأمور الثانية. فكتير في أمور هي ممكن تستخدمها بالبيت ممكن تساعد الولد، بس برجع بقول ما تتركه لأنه هذا الولد بده متابعة. اليوم ما أنا كافية لأنه بشكل طبعا لأنه في مهارات وهذا تخصص عالي وهذا تشخيص اضطراب موجود وصعب أنك أنت ما تتلافيه بالفترات الأولى، وبده معالج أكيد لحتى هو يحسن يحط له الخطة. طيب استاذه كمان خلينا نحكي اليوم عن مراحل هي المعالجه. يعني اليوم انتم كيف بتبلشوا كاختصاصيين مع هي الحالات؟ قد ايه بتستغرق علاجها؟ يعني اليوم في ناس بتقول في شيء بده يبلش من اول جلسه؟ اكيد لا، اول جلسه ممكن تكون لسه عم تتعرفوا على الحاله والتشخيصها. فخلينا نعطي اليوم قد ايه ممكن تستغرق، شهر، اثنين، ثلاثه، وكمان دور الاهل بهذا الموضوع؟ اكيد هلا دور الاهل هو اساسي بالخطه. بعد ما هي تتراجع الام اي اختصائي، نحن بالبدايه بنعمل مثل الاختبارات مقننة لحتى نعرف أول شيء إنه نتأكد من معيار الذكاء عنده إنه ما عنده مشاكل بالذكاء. ثاني شيء إنه إحنا نبلش نعمل مثل تقييم للطفل شو الصعوبة اللي عم تكون عنده، والاختبارات اللي هو بتعتمد على العصر القرائي اللي هي بتكون إحنا عم نشتغل عليها. على هذا الأساس بتبنى الخطة، بتبلش نشتغل على كيف نحنا نعمل. أول شيء نوعي الطفل في شيء اسمه مراحل، هو الوعي الفونولوجي إلى مراحل
بتتضمن هي الخطة، المكون الفونولوجي، بعدين الاسترجاع الفونولوجي، الذاكرة الفونولوجية، والإنتاج الفونولوجي. هي كلياتهم نحن بنشرحه للأم تمام من بداية الجلسات لما بتبلش معنا، حتى الطفل بيكون عنده كيف نحن عم نقول له الخطة تبعه وكيف رح نمشي فيها. أنت اليوم كيف حتميز الحرف، بعدين كيف حتصير تربطه مع أصوات، كيف حتحسن تسترجع من الذاكرة، كيف حتحسن تنتج كلمات بتتضمن هذا الحرف، كيف حتعمل مزج لهي الأصوات وكيف حتشكل منها كلمة تمام. بس يصير بعدين كيف بدك تميز بين صوتين متشابهين مثل التَه والده، ممكن الطفل هو عم يكتب أو يتهجأ يخربط بين صوتين فبيعطي صفة الهمس والجهر بأصوات ما مناسبة تمام. فهذا كلياته بيتعلمه الطفل. أهم شيء نحن بالجلسة يكون هو وعيان الطالب للوضع اللي هو فيه، ونحن بنشرح له خطته قبل ما نشرح للأم، وبعد هيك نشرح للأم وهي بتمشي معنا بالتسلسل اللي احنا حاطينه ضمن الأهداف تبعنا. بتتراوح احيانا الخطط من 3 شهور و6 شهور تمام، بس نحن بنشوف تحسن وهو بده متابعه ودائما استمرار بهذا الموضوع. مثل ما قلنا القراءه هو نشاط عقلي بده دائما تكرار، بده دائما ممارسه لحتى الطفل يصير عنده سرعه وطلاقه بالقراءه. طيب سابقا ما كنا نشوف يعني تمام. او يمكن كان موجود بس مش هالقد، ما كان مسلط الضوء عليه اكثر. شو السبب اذا فينا نقول الاساس يعني قبل ما كنا نشوف عصر، لأنه حتى عصر القراءة عم نشوفه بأعمار يعني كبيرة، ما كنا نشوف مثلا بيقول لك طفل متأخر بالنطق، الطفل عنده مشاكل عادي أول 4-5 سنين، لا اليوم عم نشوف بأعمار كبيرة وفي عند الأطفال حتى بالمدارس. يعني نحن بنذكر خلال الابتدائية أنه كان في عندنا واحد أو اثنين مع أنه بالرابع أو الخامس ممكن ما كانوا يقروا، هذا ما كان مخصص يعني ما كان مشخصينه بشكل أوسع. اليوم لا عم نشوف حالات أكثر تمام. هلا وسيله فيني نقول يعني وسيله الحياه او التكنولوجيا او الحياه اختلفت الى موضوع عصر القراءه، ما بيأثر على لا التكنولوجيا ولا غيره، هو بيكون بالاساس عندنا مشكله تمام. مثل ما انه هو فكره لما نحن عرفنا العصر القراءه قلنا انه هو ما بيرتبط لا بعوامل بيئيه ولا ثقافيه ولا حتى اذا كانوا الاهل ما مثقفين ولا اذا كانوا هن بيعلموا او ما بيعلموا ولا اذا هو ما عنده دافعيه. هذا تشخيص باضطراب بحد ذاته فهو مستثنى من اي عوامل ثانيه. في عوامل بتساعد على انه يتاخر اكثر، بتساعد على انه يتراجع، ولكن التشخيص منفصل تماما عن اي مشكله ثانيه هو يتعرض لها. هلا ما كنا نشوف لانه بجوز ما كان في تشخيص، نحن هذا التشخيص ما كان، ولما عم نشوف اعمار كبيره مو لانه هن هلا صار معهم، هن بالاساس مشخصين متاخرين كثير، فهي الفكره. اما التشخيص موجود هلا صار اكثر، صرنا هلا نتابع اكثر، وهلا بهال يعني انت بتعرفي من زمان ما كان التعليم الزامي، هلا الزامي وموجود وهذا الشيء بده يمرق بحياه الطفل. فالوعي حتى كان من الأهل قبل غير هلأ صحيح. فهذا التشخيص المتأخر هو اللي بيخلينا نعرف أنه هلأ عدد الحالات عم نشوفها أكبر لأنه نحن صرنا هلأ عم نشتغل على هذا الموضوع والأهل صار في وعي أكثر. حتى المدارس اليوم هي ما عادت خلت الصفوف أنه الولد عم يترفع ترفيع صحيح. لا هو صار بده يتمم مرحلة أكاديمية لحتى ينتقل للمرحلة اللي بعدها. طيب أستاذة ولاء قبل ما نختم حديثنا، إذا اكتشف بمراحل متأخرة مثل ما حضرتك قلتي كمان بيتعالج بنفس الطريقة ولا لا؟ أكيد الأعمار اللي أكبر صار بحاجة لطرق مختلفة يمكن بالعلاج. طبعا هلا بتصير احنا بنعتمد كمانهم بموضوع التدريبات على الذاكره. هلا دائما لما يكون عمر صغير افضل لانه في مرونه بالدماغ، في سهوله اكثر بالتعامل بيكون افضل. هلا اذا تاخر بنرجع بنقول انه بنتاخر بالخطه ولكن لازم ينشغل عليه، لانه في كثير حالات نحن حتى في مشاهير كانت بتعاني من هذا الموضوع، بس بنرجع بنذكر انه هن بيكون عندهم مستويات عاليه من المواهب من القدرات العقليه، حتى بنشوف ناس متميزين بالرياضيات بهي المواضيع. فاكيد كل ما كانت البدايات التدخل بعمر صغير كل ما كان احسن باي تشخيص وباي اضطراب، هذا نحن متفقين عليه. التدخل المبكر اساسي باي حاله تمام. بس مع هيك لو كان متاخر ولو الاهالي كانت عم تستنى للصفوف الاعلى، عم نشوف اليوم عم يجينا حالات ضمن الجلسات هن بصف سادس ما بيقرا صحيح تمام. فهذا السبب رسوب دائم. طب ما هو ما عنده مشاكل ما عم يحسن يقرا، وهذا بياثر على كل المواد سواء رياضيات سواء كل شيء، يعني المواد اللي هو بيتعرض لها فحيكون عنده خلل فيها. فاكيد الموضوع تدخل مهم باي عمر كان. في يمكن فينا نقول كمان ممكن شيء ياثر بالعلاج، يعني في قلتي عده عوامل يمكن هي تاثر تفاقم المشكله
العوامل النفسية بتلعب دور بشكل كبير بالنسبة للتكرار الإحباط بالنسبة للطالب اللي عنده عصر القرائي، سواء من الأهل أو من الصف أو المدرسة أو حتى نحن في نظرية اسمها نظرية ماسيو، اللي هو إنه نحن نعطي الطفل وسمة إنه هو شخص كسلان، هو عنده صعوبات، هي حتى بياخذها من قاسة الصف لما هي بتتجنب إنه تتعامل معه، بتتجنب إنه أنت تحسن تقرأ، فهذا الشيء بيعطيه وسمة خلص، فهو ما عاد في دافعية. التعلم بيحتاج للدافعية، ما في دافعية هو ما حيطور شيء من حياته أو من موضوع المهارات اللي بده يتعلمها. أكيد. بختام حديثنا بدنا نشكرك أستاذة ولاء الحسن، اختصاصية بعلاج النطق، وأيضا الكلام، شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لك.